تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما، ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين يا كريم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السيرة النبوية وقضاء الأمة. في هذه الحلقة نتناول قضية هامة، وهي ما يمكن أن نسميها دوائر التأثير الدعوي في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة القياسية والوجيزة على الأديان والعقائد والأخلاق والقيم؟ أثر على الفرد، أثر على الأسرة، أثر على القيادات، أثر على المنطقة. خرج وحيدا طريدا ثاني اثنين عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين إذ هما في الغار متخفيا مهاجرا، ثم عاد فاتحا، ثم بعد ذلك عاد في حجة الوداع ليخطب في أكبر حشد شهدته المنطقة في 100,000 من الذين حضروا خطبته عليه الصلاة والسلام. فما هي المؤثرات التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نستثمرها، يستثمرها الدعاة والعلماء في دعوتهم؟ المؤرخ الكبير الأسترالي صاحب قصة الحضارة يقول أن هذا لا يمكن إلا بأمر خارق، ويجعل ذلك من عبقريات محمد صلى الله عليه وسلم وتفرداته في القيادة. فما هي المؤثرات؟ المؤثرات هناك أبعاد في الخطاب النبوي عليه الصلاة، الخطاب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهناك أبعاد أخرى كثيرة، لكن الذي لفت نظري هي ما يمكن أن نسميها دوائر التأثير. ودوائر التأثير هذه لو اتبعتها الجماعات الدعوية، اتبعها العلماء، لا كان الأثر مقاربا لما كان عليه الصلاة والسلام، لما كان عليه في عهد عليه الصلاة والسلام. لأن هناك فجوات متروكة، وهناك إغراق في الاهتمام بفجوة معينة وبدائرة معينة، وتقصير في جانب معين وتقصير في دائرة معينة. هذه الدوائر، أول دائرة منها هي الدائرة القلبية الشخصية، الدائرة الثانية هي دائرة الزوجة الصالحة والأسرة، الدائرة الثالثة هي دائرة الصاحب والصديق، والدائرة الرابعة هي دائرة الطفولة، والدائرة الخامسة دائرة العلاقات ودائرة القيادات، والدائرة التي تليها هي الدائرة الموسمية التي اهتم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدائرة القبلية، ثم الدائرة الإقليمية، والدائرة الدولية. هذه مشى فيها عليه الصلاة والسلام بالتوازي. أما البدء فكانت النقطة المهمة والهامة جدا هي النقاط الثلاث على التوالي، وهي الدائرة القلبية، وهو القلب هو محل التغيير،
فإذا تغير القلب أنار على الأعضاء، وإذا استنارت الأعضاء أنار الله سبحانه وتعالى الطريق للعبد، وبلغه مرتبة الولاية كما في الحديث القدسي الشريف. القلب هو المؤثر في القرارات المصيرية التي يتخذها الإنسان، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك. فالكافرون سبب كفرهم هو الطبع والختم على قلوبهم والران الذي وصفه الله عز وجل في كتابه، والمنافقون سببه مرض قلوبهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تلكؤات بني إسرائيل ومعانداتهم وما صنعوه مع أنبيائهم واعتداءاتهم كلها راجعة إلى قلوبهم القاسية، ولذلك قال سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد أن سرد مصفوفة كبيرة من مواقفهم المزرية مع الله ومع رسله ومع كتابه. كذلك الخلاف فيما بينهم والاعتداء على المساجد والاعتداء على الذات الإلهية، يبين الله سبحانه وتعالى أن السبب في ذلك هي القلوب، ولذلك قال بعد أن بين ذلك في سورة البقرة قال تشابهت قلوبهم، فبين الأثر القلبي على الأعمال وعلى التصرفات وعلى الأخلاق وعلى القيم. حتى ما نراه من شبهات وشهوات تبث اليوم، السبب المباشر والدافع لذلك هو زيغ القلب، التشكيك في السنة، التشكيك في الثوابت، التشكيك في قواطع الشريعة، هو نابع من الزيغ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك عمارة القلب بالإيمان هي مناط التأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك أنارها النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وبالذكر وبكثرة التسبيح والاستغفار، وكان يذكر الله صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه. ثم الدائرة الثانية وهي دائرة الأسرة، دائرة الزوجة الصالحة من الدعاء، من يدعو ويكون في وسائل الإعلام في المجتمعات في المحاضر في المحافل، لكنه يهمل زوجته ويهمل أبنائه، ولا يكتشفهم إلا بعد حين، وقد أخذهم الذئاب وأخذتهم الأفكار بعيدا عنه، فلا يستطيع أن يجابههم أو أن يدعوهم أو أن في، لأنه أصبحت الحالة متأخرة جدا. كذلك دائرة الصاحب، والصاحب له مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وقد جعله الله سبحانه وتعالى ضمن المصفوفة الحقوقية، فقال سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب. وكذلك الرابعة وهي الهامة دائرة الطفولة، حيث جعل للطفل من الدعوة جعل له نصيبا، فكان من أول من أسلم من الأطفال علي رضي الله تعالى عنه. الطفولة هي أمل المستقبل، هم شباب المستقبل، هم القادة. ولذلك لو نلاحظ في عصر الاهتمام بالطفولة، المنظمات الدولية التي تهتم بتجهيل الطفل بدينه وبتجهيله بقيمه وأخلاقه بل بالقواطع، وقد وقفت قبل يومين أو أمس بالضبط، وقفت على إحصائية مهولة جدا لأطفالنا ولشبابنا المراهقين الذين في سن 13 وفي سن 14. هذه الإحصائية وضعوا 4 أسئلة في إحدى الدول العربية، هذا قبل يومين فقط، وضعوا سؤال عن الفاتحة، وضعوا سؤال عن التشهد، وضعوا سؤال إذا قمت من الجنوبا، إذا كنت جنوبا وقمت من النوم فماذا تصنع، ما هي أركان الإسلام؟ هذه 4 أسئلة عن الثوابت، وشارك فيها 236 طالبة. كان الجواب الخاطئ بالنسبة للفاتحة أخطأ فيها 18%، لا يستطيعون في الثانوية أن يكتبوا الفاتحة بشكل صحيح. بالنسبة للتشهد من الذين أخطأوا أو لا يعلمون 55% النسبة، وخمسة من عشرة في الجنابة، 30% لا يدري ما الجنابة، ولا يدري ما الأخلاق، ولا يدري ما حكمها. في أركان الإسلام تصور كم؟ 39.9%. هذه نسب مهولة تجعلنا نعيد النظر في شريحة
وفي دائرة الطفل والشباب لنوليهم عناية في الدعوة إلى الله. هذه أهم الدوائر التأثيرية التي اهتم بها عليه الصلاة والسلام. ونستمع الآن إلى مشايخنا الكرام بدءا بفضيلة شيخنا الشيخ علي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد هذا العرض الطيب من فضيلة أخي الشيخ فضل، أود أن أعلق على الدوائر المؤثرة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السبب تأثير هذه الدعوة المباركة بهذه الصورة الشاملة الكاملة الجامعة والعامة لجميع الناس تعود حقيقة لأن هذه الدعوة دعوة قائمة على الميزان الدقيق الجامع بين العقل والحكمة والموعظة الحسنة، والجامع أيضا بين البصيرة وبين كل ما يتعلق بالجوانب التي ذكرها القرآن الكريم، وكذلك ألهمنا أو بيّنها العقل السليم والفطرة السليمة. هذه الدعوة المباركة هي أساساً دعوة منبثقة من الفطرة، فلذلك تنسجم مع فطرة الإنسان. ولذلك رب العالمين حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسانية جمعاء وللبشرية قبل نزول القرآن الكريم وقبل إرسال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قدم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من منطلق الفطرة السليمة، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. معروف ما عرفته الفطر السليمة والعقول المستقيمة. ما يمكن تقول يأمرهم بما أمر الله كما قال ابن القيم، لأن هذا يؤدي للدور. يأمرهم بما عرفته، وطبعا دور العقل الإدراك والكشف وليس البيان الحكم أو إصدار الحكم الشرعي. وينهاهم عن المنكر، ثم يقول: ويحل لهم الطيبات ما طيبته العقول المستقيمة والفطر السليمة وهي تنسجم مع ما أنزل الله، ويحرم عليهم الخبائث ما استخبثته الفطر السليمة والعقول المستقيمة. ثم بعد ذلك ويضع عنهم إصر مع الفطرة، كل الشدائد والأشياء الموجودة في السابق يضع عنهم. كذلك يطلق لهم الحرية المسؤولة ويضع عنهم إصر والأغلال القيود. هذه الأمور الستة حقيقة هي أهم مقومات الفطرة السليمة، وتنسجم تماما مع فطر الإنسانية، ولذلك قبله الإنسان. يعني المانع الوحيد كان يمنعون الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل، باللغو بالصوت بكل الوسائل، لأنهم لو جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا منه فقط لآمنوا، إلا من ما شاء الله. ولذلك رب العالمين قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فلذلك أسباب التأثير حقيقة هو هذا الميزان الدقيق لهذه الرسالة العظيمة. إذن أهمية الشيء الذي يدعى وهو الإسلام بالإضافة إلى مؤثرات الرسول صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله سبحانه وتعالى من الفصاحة والبلاغة والبيان، بالإضافة إلى الجوانب الروحانية وغير ذلك، وقبل كل ذلك وبعد ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإرادته لهذه الرسالة بأن تكون شاملة. إذن اختصار شديد، هذه الرسالة هي رسالة الفطرة الإنسانية، ولو اطلع عليها الناس لآمنوا حق الإيمان. بارك الله فيكم شيخنا. تعليق يا شيخ نور الدين، بارك الله فيك. شكرا فضيلة الشيخ فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سأنطلق من الإحصائية التي أوردتها في آخر المداخلة، وليتك أوردتها في بداية المداخلة، وهي إحصائية تتعلق باستطلاع رأي المتصل بهم من جهة التشهد والجنابة وكذلك الفاتحة والرابعة أركان الإسلام وأركان الإسلام. هذه النتيجة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى ضعف التأثير
في شبابنا وفي كثير من المسلمين الآن فضلا عن غير المسلمين، يعني التأثير الإيجابي انطلاقا من السنة والسيرة. وهذا يدعونا إلى أن نستخدم هذا الأسلوب الاجتماعي الإحصائي الرياضي الذي يعطينا انطباعا أو استخلاصا عن الوضع العلمي ووضع السيرة وتمثلها، وضع القرآن والسنة والإسلام بوجه عام، وضع هذا في تمثل الأذهان وفي التطبيقات وفي المجتمع وفي داخل الأسرة. لأن التأثير يقابل التأثير، ما معنى هو التأثير؟ هو ترك أثر، ترك أثر. والسنة كلها أثر، أثر بمعنى أنها إما أعمال صالحة وأجور كبيرة، أو أنها قيم تبنى عليها المجتمعات ويتحقق بها وجه الله سبحانه وتعالى ونفع الناس. اليوم سيرتنا النبوية كيف نستوحيها وكيف نتمثلها في الأسرة مثلا في الغرب؟ مثلا كثير من الناس في الغرب أسلموا بسبب الأسرة المسلمة وبسبب شهر رمضان وبسبب السنة النبوية التي فيها مثلا الاجتماع على الطعام وكذلك الإكرام الضيف في رمضان والجو الأسري، الوالدان والأبناء والبنات وربما معهم الوالدون يعني الأجداد ومعهم الأقارب يجتمعون على الإفطار في رمضان. هذا جعل كثيرا من الغربيين عندما يخالطون المسلمين في الغرب جعلهم يتساءلون ما هو السر في هذا الاجتماع الأسري في وقت واحد ويشتركون فيه مع الأمة كلها في العالم، في الصين وفي الهند وفي كندا وفي أمريكا. فهذا التساؤل أدى بهم إلى أن يسمعوا أن هذا سنة نبوية، من جهة أن الزوجة تكرم الزوج وتكرم الأبناء وهي متطوعة في ذلك، وهي كذلك تكرم في نهاية رمضان. وعندنا في تونس وفي العالم العربي في كثير من البلاد الإسلامية أنه في آخر رمضان الزوجة والأخت والجدة والبنت تكرم بماذا؟ بهدية رمضان وجائزة رمضان، لأنها أفطرت صائمين، فهي تطعمهم وتكرمهم من باب المحبة والمودة، وكذلك تؤجر على ذلك لأنها قصدت إفطار الصائمين. استحضارنا لهذه السنة في تعجيل الإفطار، في اجتماع الأسرة، في صلة الرحم، في إكرام الضيف، هذا كله تأثير إيجابي عملي بالقدوة وبالحركة وليس بالضرورة في خطب وفي كلام. عندنا مثال موضوع آخر يتعلق بالتأثير على المستوى الإعلامي وعلى مستوى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والفنون والأفلام. اليوم الفنيون في الأمة الإسلامية من الفنانين والمبدعين والدراميين الذين يصنعون الدراما وينتجون المسرحيات ويكتبون النصوص والسيناريوهات، هؤلاء مأمورون ومدعوون إلى إحياء السنة البيانية التي ستترك آثارا بهذه الأعمال المؤثرة، أعمال السينما والمسرح والدراما وكذلك جيل الفيسبوك الشباب والشابات. واليوم اللسان العالمي كله لسان مواقع تواصل اجتماعي ولسان تلفزيات ومحطات فضائية، فضلا عن الكتب والدوائر والترجمة وسائر الوسائل الاجتماعية. أختم بنقطة أخيرة تتعلق بالأثر على المستوى السياسي على مستوى الدولة، الرفق بالمحكوم، بالشخص، بالشعب، بالأمة، الرفق بالمستضعفين والضعفاء والمرضى وأصحاب الحاجات، إقامة الشورى والتداول في مصالح الشعب وفي الدولة وفي ملفاتها الكبرى بين النخبة والهيئات والمتخصصين، وتشريك القاعدة العظمى الشعبية في هذه الخيارات السياسية في الدولة الراشدة العادلة، كل هذا من الأثر الطيب وله أصله في السنة، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الدولة في المدينة على أساس الشورى والعدل وما إلى ذلك. المهم أن التأثير دوائره كثيرة. فضلت دكتور فضل بإيراد الدوائر المقررة في كتب السيرة واللي هي أصلية ابتدائية، والدوائر كذلك تتفرع بناء على الاجتهاد والاصطلاح والاعتبار، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. إلى شيخنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أول تأثير الأنبياء إنما هو معتمد على المعجزات التي تأتيهم والوحي المقدس المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه فكان أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وقد اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون أسوة وقدوة. فالشخص
إذا كان يدعو الناس إلى شيء ولكن لا يريهم كيف يعملونه، يدعوهم إلى أمور نظرية فقط، أو يدعوهم إلى أمور عملية ولكنه لا يعمل بها، فإنهم لا يقتدون به. فالأنبياء جميعا لا يدعون الناس إلا إلى ما يعملون، يدعونهم إلى أخلاق قد حققوها وإلى أعمال قد فعلوها وإلى أقوال قد قالوها وإلى تصرفات قد قاموا بها. ولذلك حكى الله عن خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام أنه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتبى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان يبدأ بنفسه في كل هذه الأمور، وكذلك ربى أصحابه على هذه البداءة بالنفس. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخلافته إذا أراد أن يتقدم إلى الناس ببنع أمر ما جمع آل عمر، فقال: إني متقدم إلى الناس في النهي عن كذا، والذي يحلف به عمر بن الخطاب لا ينوي إلي أن أحدكم وقع فيه إلا جعلته نكالا. فيبدأ بأسرته أولا، ويطبق عليه ما يريد أن يطبقه على غيره. وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عندما أهم قريشا أمر المخزومية التي سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، فاشتد ذلك على قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أعاذها الله من ذلك لقطع محمد يدها. وبين أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم القوي تركوه، وأن هذا خلل في التطبيق وخلل في العمل، وهو مؤدٍ لعدم الاستجابة وعدم الامتثال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرى الناس من نفسه الإسوة والقدوة وكان أمامهم بكل شيء، حتى قال علي بن أبي طالب: كنا إذا لقينا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأجود الناس، كان أكثر الناس عبادة، كان أخشى الناس لله، كان أتقى الناس لله، إنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. كان هذا التأثير بالغا في الناس، بالإضافة إلى ما خصه الله به من القبول. فالله يلقي على أنبيائه قبولا، كما قال في ثنائه على موسى بن عمران: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه المحبة ألقاها الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند ميلاده، فكان طفلا صغيرا لا يراه أحد إلا أحبه، ولذلك أحبته حليمة السعدية وزوجها وأولادها حبا شديدا، وأحبه البحيرة الراهب ببصرى لما ذهب به أبو طالب إلى الشام، وأحبه كثير ممن رأوه في ذلك الوقت إلا من غش الله على قلبه ومنعه من الطريق. وهذه نقطة مهمة قد أشار إليها فضيلة الشيخ علي، هي أن من لا يريد الله به الخير لا بد أن يصرفه، فالله تعهد بذلك: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا علي تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تتم للكلام أن قوة التأثير من الدوائر ترجع للوحي، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاستيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان العظيم بالقرآن الكريم أفاض على من حوله، فالدوائر التي حول الرسول صلى الله عليه وسلم تشربت المعجزة القرآن الكريم ومنهج الحياة. ولهذا تجد السيدة خديجة بمجرد إيمانها كزوجة انطلقت على بناتها، انطلقت في المجتمع، انطلقت له بمالها. دائرة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه
بمجرد ما استوعب الآيات القرآنية وهذه العقيدة الجديدة والمنظومة الأخلاقية والتي تجيب على الكثير من الأسئلة السائدة في تلك المرحلة وعظمة هذه الرسالة، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وإذ به بتأثير العجيب على عثمان وعلى الزبير وعلى طلحة وعلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ولكون أيضا الله سبحانه وتعالى يعني يسر له من له القدرة على التأثير في المجال خديجة، في مجال نسائي سيدنا أبو بكر، في المجال الشباب والكهول، خصوصا أنه يحظى برصيد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. كان يألف ويؤلف، كان رجل سخي صاحب مواقف في المجتمع، كان يكسب المعدوم أيضا، كان يعين على نوائب الدهر، كان يقرئ الضيف، كان عالم بالأنساب بالتاريخ، في عوامل عديدة أعطت قوة في تأثير سيدنا أبو بكر، وإذ بالدائرة الأولى القوية ساهم فيها إسهام كبير وعظيم. تلاحظ مصعب رضي الله عنه وارضاه، الشاب المدلل، الشاب المنعم، بمجرد ما جرت في قلبه العقيدة والآيات القرآنية، وإذ به يفتح المدينة بالقرآن الكريم، ويجد في المدينة من يستقبله مثل سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم أرضاهم جميعا، شخصية سيدنا عمر. فتستطيع أن تقول دوائر التأثير باستيعاب العقيدة والمنظومة الأخلاقية وطبيعة هذه الرسالة وهذا الدين، وأيضا الأشخاص الذين تبنوا هذه الرسالة، وقوة تأثير الرسول صلى الله عليه وسلم في الجانب العقلي والمنطقي، وخصوصا في الجانب الروحي الوجداني، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. الفيض الروحي له تأثير، ولهذا عبر التاريخ تجد الناس اللي لهم علاقة متميزة بالقرآن الكريم لهم تأثير على من حولهم في شعوبهم وفي مجتمعاتهم وفي أسرهم. بارك الله فيكم. بارك الله تعالى فيكم. إذن خلاصة هذه الحلقة الجميلة والرائعة أن هناك دوائر ما يمكن أن نسميها بالجغرافيا الاجتماعية الدعوية، وقد ذكرناها، وهناك منطقة أخرى للتأثير وزاوية ذكرها الشيخ علي وهي الفطرة، وهناك زوايا متعددة كثيرة ذكرها فضيلة الشيخ، وركز فضيلة الشيخ محمد على القدوة، وكذلك الشيخ على البعد الروحي والبعد العقائدي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو همًا وغمًا، ونرشف نوراً من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد، وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.